علينا الخوت راني دخلت للسوق نايف كنتمشى، هادو غالبا غادي يكونوا هنود او باكستان. السلام خوتي، مرحبا بكم في نهار جديد، فيديو جديد وموضوع جديد. هادي تبارك الخوت نقطعوا الشنطه هي الاولى، الضوء الخضر غادي يمشي. هنا غادي نوقفوا حيت كاين الضوء الاحمر والاخضر. هادي ميراندا بارده حيت واحد الحراره الخوت ما نقول لكمش وصلت 37. ما عليناش من هاد الشيء. الفيديو اللي فات الخوت كنا مشينا لدبي مارينا اللي كتعتبر افخم وارقى منطقه كاينه في دبي، وشفنا حياه الاغنياء هنا في دبي. انا نخلي لكم اللين ديالو لتحت في صندوق الوصف الا بغيتوا تضربوا عليه شي طله. في هذا الفيديو غادي نمشيو لواحد المنطقه او حي سميتو نايف اللي كيتعتبر من افقر الاحياء الشعبيه كاينه هنا في دبي. هاد الساحة سميتها بانيا سكوير، مشهورة بزاف حيت جات حدا الدخلة ديال سوق نايف. وإنما خليوني نوضح لكم واحد القضية، نايف أو اللي مشهور بسميت سوق نايف كيتعتبر من أقدم وأكبر وأشهر وأرخص الأسواق الشعبية اللي كاينة في دبي، وسميت نايف جات من واحد القلعة تراثية هنا في دبي. كتواجد وراء سوق نايف من الناحيه الشماليه للحي. على ما سمعت وقريت في جوجل هاد القلعه كيتراوح العمر ديالها فوق 100 عام. دابا حاليا الخوت راني دخلت لسوق نايف كنتمشى، ولا بدا خصني ندوز من السوق باش نوصل للحي السكني تاع نايف. ولقيت واحد الجريده زوينه خوتي، شوفوا كي دايره. المنظر فيها غزال 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 بزاف ونقيقية، ودخلت ليها باش نرتاح ونمسح عليا هاد العرق، واختاريت هاد البلاصة هادي. واو، نزولو نظاظر ونمسحو العرق شوية. ناوي 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 ناوي، شوفوا 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 بحال كنت كنعوم شي بيسين. إي فوالا، دابا وصلنا للخوت. هنا خلينا سوق نايف كامل، وهذه المنطقة السكنية ديال نايف. شتو ديك الزنيقة من تماك غادي ندخل. هذا هو الدرب اللي غنسلكوه باش ندخلو لداخل، مي من قبل نمشي نشرب شي عصير. جوج دراهم برو، ميك مي وان. كيديرو عصير الليمون، هذا كنسميوه الليمون البلدي، كيديرو بالملحة وبالسكر. أنا قلت له ديرو ليا بالسكر، هو حامض ويدير فيه الملحة ما غنقدش نشربو. اوكي ثانك يو. 1 2 اسلام. والله الا زوين لذيذ. يا سلام، اهلا بكم في نايف، وهذه هي حياه الفقراء في دبي. هادو غالبا غادي يكونوا هنود او باكستان حيت كيلعبوا هذه اللعبه ديال الكريكيت وعزيزة عليهم، عندها واحد الشعبية كبيرة في الهند وباكستان بنغلاديش وحتى في أستراليا كنظن. موتوا على شي حاجة سميتها الكريكيت، أنا ما كنفهم فيه والو. أوه شوف 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 فين صيفطة الفوق وهبطات. إيه إنديا باكستان، إنديا إنديا نمبر 1. ها أولويز فيرست. ها جود جود انجوي. قال لك الهند نمبر 1. هاد البلاصة الخوت كلها عامرة زناقي ودروبة. هذا درب اللي دخلت منه، وهذا قبلت منها درب. هذا درب، هذا شونتي صغير. غنوليو ندخلو في ديك الدرب غادي يبان لنا درب ثاني.
هنا عاوتاني كاين ذهب تما كاين ذهب كل هذا هو باوز ناقي. انا اي ذهب كنلقى فيه الزحام كندخل معاه ما عنديش مشكل، حس براسي بحال كنتسارى في الهند ماشي في دبي. دراري انا راني تلفت ضعت تلفوني هاد الدروبه ديالهم، ندخل في ذهب كيخرجني في ذهب، كندخل في ذهب كنخرج في ذهب، ما بقيتش فاهم والو بحال كنلعب ديك اللعبه ديال سكيبين روم. شي انا خرجت من ديك الدرب دخلت هنا في الدرب، هنا عاوتاني كاين درب. والمشكل هنا ملي كتبغي تسول شي واحد ما كيدويوش اونجلي، كلشي كيدويا اردو، اللغه الهنديه هي الباكستانيه. شفتوا البني هنا ما عنده حتى علاقه بالبني اللي كنعرفوه على دبي. الماكسيموم هنا كتلقى ايطاج جوج. You want to, yes, making video. You want to say something? Who's me or the camera? Camera. Also good. Me also good. Huh? Thank you. From Pakistan. Thank you. وغادي يبان لكم هنا البني قديم بحال هكا، وكتحس كل ابارتمون عايش فيها 15 واحد، والزنقه مسخه شويه، وهادشي من طبيعه الحال لان منطقه قديمه وشعبيه. غير دبي اللي كتشوفها في التلفزيون او اللي كتسمع بها ناطحه سحاب، فنادق فخمه، مولات، هنا الوضع كيختلف تماما العكس، وهذا هو الجانب المظلم من دبي. شوفوا على الزنقه شحال ضويقه، والله يا خوتي كنحس براسي بحال كنسافر في شي مدينه في الهند او باكستان. المحلات ديال الحلاقه، المحلات ديال التواب، المطاعم، الريستورات، كل شيء هنا كلهم باكستان وهنود. وإنما خوتي راه كتبقى البلاصه زوينه ورخيصه، وعندهم الماكله الجديده بزاف، وخصوصا العزيزة عليك الماكله الهنديه. وكننصحك تجرب برياني باللحم. برياني باللحم هو الرز مع اللحم طايب بالطريقه الهنديه، وما غاليش بزاف، كنظن ما كيتعداش 15 درهم اماراتيه اللي هي حدود 35 درهم مغربيه. شوفوا هاد الشنطه الخوت الثمن ديالها 55 درهم، واختها بنت عمها لقيتها في واحد السونتر 150 درهم، ضعف ديال ثلاثة د المرات. دونك البلاصة هنا رخيصة. أغلبية الناس اللي كتدخل هاد المناطق الشعبية كتحس بالخوف شوية، وأنا ما خليني نقول لكم الخوت هنا في دبي أمن وأمان، الواحد ما عنده من أي شيء يخاف من حتى شي حاجة، يرد باله إيه، حيت البلاصة هنا كلها دايرة بالكاميرات، وفوق هاد الشيء المخزن مسيطر بالمزيان. هانتم أصحابي، شوفوا التيشيرت كيولا فازق عليا بسبب الحرارة والرطوبة. هادشي كله باش نصور لكم واحد الفيديو زوين اللي تقدروا تستافدوا منه، وكنتمنى يكون عجبكم. دونك ما تنساونيش اللايك والسبسكرايب. دابا خليوني بحال نوصل للدار نبدل حوايجي وناخذ واحد الدوش ونرتاح. يلا السلام عليكم.